تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح الدنيا والدين، تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونور. ما الذي يجلب إلى قلبك محبة الله؟ ما هي الأسباب التي تجلب لقلبك محبة الله وتقوي محبة الله في قلبك؟ وابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن هذه المنزلة في مدارج السالكين عقد فصلا في أثناء كلامه على هذه المنزلة بعنوان الأسباب الجالبة للمحبة، وذكر 10 أسباب. الشيخ رحمه الله ذكر منها هنا 6 أسباب، يقول: فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الرديئة، والإكثار من ذكر الله بحضور قلب، وتدبر كلامه الكريم، ومطالعة نعمه العظيمة على العباد، وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه، ومجالسة المحبين، ومجانبة كل قاطع، فمن فعل ذلك نال المحبة إن شاء الله، والله المستعان. فذكر 6 أسباب، وما لم يذكره مما ذكره ابن القيم 4 أمور، وهي التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وإيثار محابه على محابك، ومطالعة القلب لأسمائه وصفاته، والخلوة وقت النزول الإلهي. وحول هذا الموضوع محبة الله والأسباب الجالبة لها لي محاضرة صوتية بهذا العنوان، جمعت فيها خلاصات أحسب أنها نافعة حول هذا الموضوع العظيم الكبير.